بسم الله، هنبدأ نتكلم بقى على النوع الثاني من الفورمات سيرش اللي هو اسمه الاسطر. خدنا في المرة اللي فاتت ان احنا خدنا الجريدي كان بيشتغل على الاتش بس، واللي هي الاستيميشن او الهيوريستيك فانكشن، واليو سي اس كان شغال على الكوست بس. الاسطر عمل حاجة جميلة بقى، يبقى احنا بنقول الان الفورمات شغال على الكوست. الكوست الثاني بيقيسها منين؟ من النود، من اول انيشال لغايه النود اللي هي الان. طبعا ده كان اوبتيمال وكومبليت، بس كان ان افيشنت في التايم وفي السبيس. الجريدي كان في ميزه، كان نوت كومبليت ونوت اوبتيمال، بس كان افيشنت. فين؟ بات افيشنت اند دايركتد للجول. هو ده الميزه اللي في الجريدي، ان هو دايركتد للجول، مع انه كان اكسبوننشال. الورست كيس بتاعه اكسبوننشال في التايم والسبيس، بس بصراحه معظم لو انت اخترت اتش كويسه، هي بتعتمد على الاتش بصراحه. لو انت اخترت اتش كويسه هتلاقيه ماشي معاك كويس قوي، والدايركشن بتاعه بيوصل للجول سريع. هي الفكره في اختيارك للاتش، ماشي؟ فهي لو الاتش كويسه هتلاقي ان هو بيروح للجول على طول، بس مشكلته نوت اوبتيمال ونوت كومبليت. الاس ستار بقى هيعمل ايه؟ هيدمج ما بين الاثنين، ان هو يعمل كومباين ما بين التو استراتيجي، ان هو يجمع بقى الفانكشن بتاعته تبقى مجموع الاثنين. فلو جيتوا بصيتوا لها يا شباب، الجي بتقيس من ان لفين؟ بتقيس من الانيشال للان، ودي الاتش بتقيس من الان للجول. فالاستر كده بيعمل ايفالويشن للمسار بالكامل، بيعمل ايفالويشن للميجر، بيجيب الميجرز اتشيفز توتال استيميشن كوست فروم الانيشال للجول ثرو الكرنت نود. يعني بيقيس المسافه من الاول واقف عندها دلوقتي اللي هي الان. واضحه ان هو لما تجمع الاثنين انت بتجيب استيميشن للتوتال استيميشن كوست للمسار كله. طبعا فده كومباينيشن من الاثنين، ده هيدينا بقى اوبتيمال وكومبليت، وكمان ان هو بناء على اختيارك للاتش ده. بس لازم في كونديشن هنقول عشان تبقى اوبتيمال وكومبليت، هنقوله دلوقتي حالا. فبناء على دولي هتروح جاي مديك اوبتيمال وكومبليت. طب الاي ستار هو شبه بالظبط كالجوريزم، شبه اليو سي اس وشبه الجريدي، بس الفكره بس ان البريوريتي بناء على الجي بلس الاتش. فهو بس هيبقى بريورتي كيو، بس بيقيم بناء على الاف اللي هو مجموع الاتش زائد الجي. ده طبعا التري فيرجن بياخد النود مش الجول يحطها. طب الجراف فيرجن هيبقى في الاكسبلور، ياخد النود يحطها في الاكسبلور مش الجول، يبدا يضيفها لو ما كانتش في الاكسبلور والفرونتير. لو موجوده في الفرونتير ياخد الاقل فيهم، لو موجوده في الاكسبلور مش هيحطها نهائي. هو نفس الالجوريزم ونفس كل حاجه، ما فيش اي تعديل فيها. طب الفكره هنا لو هناخد في المثال ده، هيبدا بقى يجمع لما تقول له مثلا ما تعالوا الحته دي اهي تاني اهي دي. الاي ستار كان اللي هو بيعمل ايه؟ قلنا هياخد دمج للاثنين، اللي هو هياخد الجي والاتش مع بعض، ياخد الاف بقى بتميجر التوتال استيميشن كوست، لان الجي بتقيس من الاول النود لغايه النقطه من ان، ومن الاتش بقى بتقيس من الان للجول. فالاف بتستيميت المسار كله من النقطه من الانيشال لغايه الجول خلال ان هو يمر بالنقطه ان دي. طب الفكره في ايه؟ ان هو كده بيدينا الميزه، ان هو خد الميزه بتاعت اليو سي اس اللي هو اوبتيمال وكومبليت، وهياخد الميزه بتاعت الجريدي ان هو دايركتد للجول اللي هيوصلنا اسرع يعني. فالاي ستار زي الانفورمد سيرش، بس الفكره ان هو مش بيشتغل على الجي بس، بيشتغل على الجي والاتش. فلما تيجي تبص للالجوريزم، هو الفرونتير هيبقى بريوريتي كيو بس شغال على الاف اللي هو الجي والاتش مع بعض. هيجي يسحب النقطه، هيسحب النقطه. لو هي مش الجول خلاص، لو هي الجول خلاص هيدينا السوليوشن. لو مش الجول هيبدا يشوف الاكشن ويبدا يجيب التشايلد، ويبدا يضيف التشايلد اللي هو اخر سطر، يضيف التشايلد والاف بتاعتهم، الاف اللي هي الجي والاتش مع بعض. فهي دي الفكره بتاعته. ده طبعا ده التري فيرجن. الجراف فيرجن، الجراف فيرجن ان هو بنحط الاكسبلور بقى، ان هو يبدا يسحب النقطه ويحطها في الاكسبلور، ويبدا يشوف النقطه دي مش الجول. لو الجول خلاص يرجع السوليوشن، لو هي مش الجول، لو هي الجول يرجع، قصدي لو هي الجول خلاص يرجع السوليوشن، لو مش الجول يبدا يجيب الاكشن ويجيب التشايلد
ويشوف بقى التشايلد دول، لو هم نوت اكسبلورد نوت في الفرونتير يضيف، لو هو موجودين في الفرونتير يريبليس الاقل، يشوف مين الاقل ويعمل عمليه ايه ريبليسمنت. تمام، لو هو في الاكسبلور مش هيعدي عليه خالص. دي الصوره مرحله بس شويه، ما فيش فيها مشكله، دي هي نفس المساله بتاعتنا بس عاوزين نعملها ستوب. الفكره كلها بقى لما نيجي نحسب من اراد مثلا، هيبقى فيه اللي هو الاس والتي والزد، لو جينا للخريطه اللي هي الاس والتي والزد، هيبدا ياخد ده الجي يا شباب، الجي اللي هي من النقطه لغايه هنا اللي هي 75، ومن هنا لهنا اللي هي 140، ومن هنا لهنا 118. ده كده النقطه الجي بس. الاستر يعمل ايه؟ ياخد ال 118 ويضيف عليها الاتش، اللي هو الاتش اللي هو ايه؟ الستريت لاين من عند النقطه اللي هي التي لغايه البوخارست دي. مفهوم الفكره؟ فيجيب المسار الكوست الجي مع الاتش، الجي مع الاتش، فتيجي نبص لها كمساله كده اهو. يبقى الاس ده المسافه، ياخد المسافه الحقيقيه وياخد الاستيميشن اللي هو الستريت لاين، والتي برضك ياخد المسافه الحقيقيه اللي هي 118 وياخد الاستيميشن. يبدا بقى ياخد قرار بناء على الجي زائد الاتش. مفهومه الحركه دي قبل ما امشي؟ الجي بتقيس من اللي فين، ده اهم حاجه، من البدايه لغايه الاس، والاتش بتقيس من الاس لغايه الجول. فده كده بيديك الرقم ده معناه ان ده انا متوقع لو همشي من اراد لاس ومن الاس للجول تقريبا المسافه 339، وهنا المسافه من اراد للتي ومن التي للجول مره واحده، دي الجي لما تجمعها على الاتش يديك المعنى ده. فبالتالي انت بتاخد قرار على المسار كله، مش بتاخد مسار على نقطه معينه على ولا الجول بس ولا الجي بس. هيجي هنا يبقى انت هتاخد الاس، تبدا نفس الكلام الحركه بالظبط هتعمله. الاس طبعا التري فيرجن بيكرر يا شباب، يعني الاس ترجع تاني الاراد وترجع تاني يروح المدن التانيه، بس المدينه اللي هي يشوف مين فيهم الاقل طبعا هيجمع الجي والاتش، الجي والاتش، الجي والاتش. بس الجي خلي بالك، مثلا الجي بقى مش هتبقى من الاس للاف بس، الجي هتقيس من اراد وبعدين من الاس وبعدين الاف، يعني من الاي للاس ومن الاس للجي، من الاس للاف دي جي اللي هي 293 زائد الاتش بقى، الاتش من الاف للجول. مفهومه ولا لسه؟ الجي بيتجمع يا شباب، الجي بيتجمع اللي قبل منه، يعني من الاي للاس ومن الاس للاف دي جي. الاتش بقى مش بجمع، هو الاتش عند الاف يعني معناها من الاف لغايه الجول كام؟ اللي هي 176. واضحه ولا لسه شويه؟ تمام، هي واضحه، بس في حاجه دلوقتي، يعني ما كنا واقفين عند اراد، اما عشان احسب الاتش، مش الاتش المفروض من اراد للجول هي حاجه واحده، ولا بيحسب بيروح الاول للايه للاس دي وبعدين التي وبعدين الزد، ويحسب الايه الاتش من عندها؟ بص بعدين دي جي، دي جي، الجي كده ان انا رحت من اراد للاس ومن اس الاراد دي جي، دي الجمع مرتين، دي جي يعني كان دي طبعا عشان تري بيكرر، انما الجراف ما كانش هيجيبها. واضحه؟ الجراف ما كانش هيجيب اراد تاني، انما التري بيعمل ايه؟ ان انا عندي اهو، نرجع تاني للخريطه، ان انت رحت من اراد لاس وبعدين رجعت من الاس الاراضي، يبقى انت ما تقوليش ان انا مشيت 140 كيلو بس، انت كده مشيتي، انت مشيتي من اراد لاس ومن اس الاراضي، يعني المفروض مشيت 280 دي جي، دي جي 280 دي جي. انما الاتش بقى اللي هي الجدول بقى اللي هو مش ظاهر عندكم، بس الجدول اللي احنا كنا عاملينه قبل كده بس مخفي للاسف ومش عارف اعمل ايديت دلوقتي، هو كان في قبل كده، اللي هو من اس بقى لبوخارست كام؟ دي ثابته بقى، الاتش هنا ثابته، اللي هو من الاف لغايه بوخارست اللي هو الستريت لاين. واضحه؟ واضحه ولا لسه شويه؟ يعني بنحسبها من عند التشايلد بتاعت الاب، من بدايه التشايلد لحد الاب، مش من بدايه الاراد نفسها، يعني انا دلوقتي واقف في الاراد. ايوه صح كده، صح كده. ان انت مشيتي قد ايه؟ الجي دي المسافه اللي انت مشيتيها فعليا، انا مشيت من اراد لاس ومن اس لاراد دي جي، انما الاتش بقى يا باشمهندسه، الاتش بقى من اراد للجي مباشره كام؟ دي ثابته، من الاتش من اراد اللي هو الجدول بقى، اللي هو الجدول اللي هو مش ظاهر عندكم ده، اللي هو الستريت لاين من اراد لبوخارست ده كام؟ واصله؟ تمام، بس لسه في ارقام احنا جامعين، هات حضرتك تاني الصفحه اللي حضرتك كنت فيها من شويه. ايوه، يعني 140 دي الكوست، احنا متفقين اللي هي من اراد الاس دي 140، ال 253 دي بقى
فين 253 بقى دي زائد 253 اللي هي في مجموعة. انت قصدك فوق دي الاتش يا باشمهندس دي الاتش اللي هي المسافه اللي هي منين بقى الاس كام اللي هي في الجدول الازرق الواضح ده ايوه هو ده اللي انا بتكلم عليه اللي هو من الاس اللي هو الجدول ده اللي هو الجدول اللي هو ستريت لاين اللي هو بس للاسف لما رفعتها على الكلاود اتشفتها شويه انا نفسي ارجعها بس مش عارف نقدر نعمل لها ايديت دلوقتي لا خلاص تمام هي موجوده في السلايد قبل ارجعها لكم استنى استنى ارجعها هي كانت موجوده برده موجوده هنا قدام كانت معموله حلوه موجوده كانت هنا عند الجريد اهي اهي من اهي تعالى يا باشمهندس تعالى نطبقها على هنا الرسم هنا واضح قولي لي اتش بقى اللي هي من انت كنت بتساليني في ايه ال 140 من اراضي من الاس 140 صح اه ده الكوست الاتش عند الاس بقى بكام من واقف عند الاس اه يعني انا واقف عند الاس مش بجيبها من اول اراضي صح كده بجيبها من اول من الاراضي ما احنا قلنا الاتش بتقيس من ال تاني من ال للجول خلاص ما هو ده بقى ان اللي انا واقف عندها مين الاس الاس من الاس بقى للجول بوخارست اللي هو الستريت لاين فين هي في الجدول هنا تحت خالص اهي 253 اهي يا باشمهندس اللي انت كنت بتقوليه طب هسالك سؤال انا مشيت مسار انا مشيت مسار من اراضي الاس ومن الاس للاف الجي كام والاتش كام تاني انا مشيت مسار تمام الجي يعني 140 زائد 140 زائد 99 تمام ده الكوست ده مين الجي لكن الاول الاتش ولا الجي ده الجي اللي هو 140 زائد 99 لكن الاتش هتبقى بس بنديت كويس بس كويس جدا ان الجي بنجمع من الاول لغايه النقطه الجي بتجمع انما الاتش لا الاتش بقى هنجيب الاف البخارست من اف 176 صح كده قدامك 176 صح كده يبقى المسار التوتال بقى 140 زائد 99 ده جي زائد 176 يبقى الرقم ده كله بقى نجمعه كده ده الاف ده اللي نحكم عليه ده اللي نشوف مين فيهم الاقل طب واضحه كده ولا لا اه تمام طب نفس الكلام هنا لو انا عاوز اروح للار يعني مشيت من الاي للاس ومن الاس للار يبقى الجي هتبقى 140 زائد 180 زائد 80 دي طب الاتش بقى كام من الار لغايه بخارست مره واحده من الار لبخارست من الجدول بقى من الار لغايه الاس فين هي 193 اهي 193 يبقى التوتال بقى نجمع 140 زائد 80 اللي هي الجي نجمعها على 193 تدينا رقم واحد من الار الرقم ده بيعبر عن ايه مش مهم رقم وخلاص يا شباب ده لو بصيته كده بقى على الرسمه ده بيعبر عن ايميل هيقول لي مين الشاطر يقول لي بقى الرقم بقى التوتال 140 زائد 80 زائد 193 الرقم ده لما انا جزأته لكم كده بيعبر عن ايه؟ المسافه منين لفين؟ كله الرقم كله بقى لما جمعت الجي زائد الاتش قلتها كذا مره والله بس عاوزكم تكونوا فاهمينها من البدايه لل حلو من البدايه للنهايه بس مرورا على الار اه من البدايه للنهايه مع اصل من البدايه للنهايه في كذا مسار من البدايه للنهايه من عند الار المسافه التوتال من الاول للاخر لو عديت بقى من عند الار هتبقى كذا طب لو عديت من عند الاف من الاول طبعا لغايه بوخارست لو عديت عند الاف رقم كذا فبيديك الاستار بتعمل كده يا شباب بتديك مسار كامل طبعا في جزء حقيقي في انه وفي جزء تخيلي بس بيديك استيميشن كامل فتقدر تحكم على النود بشكل كويس غير انك كنت بتبص للجي بس كنت بتبص للاتش بس فهو دمج ما بين الاثنين ما بين اليو سي اس وما بين الجريد هو ده اللي انا عاوز اوصله له تقدروا تحلوا بقى بقيه المساله كده لو ما قدرتوش انا هحل انا معاكم مساله بس انتوا فهمتوا الفكره هحل معاكم بقى بس لازم ورقه وقلم وسبوره بصراحه يعني فاهمينها كده بس هي الهوم ورك بقى لحضراتكم ايه بقى امسكوا المسألة دي بقى حلوها مرة بالبريتس حلوها مرة باليو سي اس حلوها على أساس إن أنا همشي من أراد بوخارست من المعلومات اللي قدامكم على الشاشة حلوها بقى باليو سي اس حلها باليو سي اس حلها بالدبس حلها باليوس الجريدي حلها بالإستار على نفس المسألة دي وشوف المسارات اللي هيحصل إيه شوف درب نفسك الألجوريزم هي كلهم نفس الاستراتيجي بس اختلافات واحدة بتاخد الجي بس واحدة بتاخد الجي مع الاتش واحده بتاخد الجي فقط واحده ما بتبصش للكوست اللي هي البريتس بتمشي ليفل باي ليفل بس دي حل المساله الفكره بتاعتها المهم عندي الكونسبت يكون وصل يا رب يعني ان شاء الله اهو دي بقى بقيه المساله بتمشي لغايه لما بتوصل لغايه الجول وهكذا يعني واصله
دي بقى تكملة، دي حلها على فكرة، وده حل المسألة بالإستار، دي حل المسألة بالإستار، بيجمع الجي والإتش بس تري فيرجن، هو حلها تري فيرجن، ممكن تحلها جراف فيرجن برضه، واصلة لغاية لما وصل لبخاريس، مفهوم الحل كده؟ هي لازم ورقة وقلم، فعشان كده بقولها خد هوم ورك وحلها وشوف الحل، قارنه بقى بالمسألة دي بالحل اللي موجود في السلايد دي. ماشي؟ الاي ستار بقى لما نيجي نبص له كخصائص بقى، كومبليت، كومبليت يعني لو في جول هيوصل طبعا، عشان عدد النود بتبقى فاينايت، بدل عدد النود فاينايت هيبقى كومبليت وهيوصل اوبتيمال، بس في شرط ان الاتش تكون حاجه اسمها ادميسبل هيورستيك. هقول لك يعني ايه ادميسبل هيورستيك دلوقتي، في شرط ان الاتش تكون ادميسبل عشان يديني اوبتيمال. يعني ايه ادميسبل؟ هقولها لك حالا. التايم والسبيس كومبلكس برضك، هو بص بصراحة التايم والسبيس بقى ما عادش نقدر نقول اكسبوننشال بصراحة، هو ممكن على حسب بقى اختيارك للاتش. لو الاتش كويسة قوي هيوصل للجول بسرعة. يعني بص بقى اللي كان محمد بيقوله لنا في الأول لو حد فاكر، كان هو دلوقتي لو أنت اخترت اتش كويسة بتعمل استيميشن كويس أنت هتوصل للجول بسرعة. ممكن توصل تبقى التايم بتاعك لينير والتايم والسبيس تبقى لينير. إنما لو الاتش اخترتها كده بسيطة أو اخترت اتش كده ملهاش معنى او اتش اي حاجه، اتش خليت الاتش دايما ثابته يبقى ملهاش معنى، يبقى كانك كده شغال يو سي اس. يعني انت جيت عند كل النود خليت الاتش بتاعتهم واحد او اختلافات بسيطه ما بينهم، طب ما هي هي هتديك ايه؟ بس نقدر نقول ان هي محصوره ما بين اللينير وما بين الاكسبوننشال. نقدر دلوقتي في الاي ستار ادتك الحريه دي على حسب اختيارك للاتش دي او على حسب الديزاين بتاعك. فنقدر نقول بقى نمبر اوف الاكسبلور بيعتمد على الاتش. لو الاتش دي اخترتها قريبه جدا من الحقيقيه يبقى خلاص هتوصل للجول بسرعه، انما لو لقيتها بعيده هتبقى مش هتوصل للجول بسرعه. فبيقول لك لو الاتش وصلت للاتش اوبتيمال، الاتش اوبتيمال اللي هي الاتش الحقيقيه يعني او القيمه الحقيقيه، اكسباند اونلي نود اون ذا اوبتيمال سوليوشن، في الحاله دي هيمشي على النود على طول. طب لو هي الاتش خليتها ثابته بقت الاتش صفر او قيمتها واحد عند كل النود، خلاص كده هتبقى زي اليو سي اس وهتشتغل كده اكسبوننشال. فالاي ستار ادتك بقى انت بقى وشطارتك في الاتش، انت وشطارتك في الهيورستيك دي. وصلت المعلومه؟ شوف بدانا الاول من الكلاسيكال سيرش العادي خالص، ووصلنا دلوقتي ان احنا نقدر نتحكم في التايم بتاعه والوقت بتاعه بناء على الاتش دي اللي احنا نختارها. ماشي يا شباب، وده احسن حاجه، يعني مش عاوز اقول احسن حاجه في المطلق، ممكن الالجوريزمات التانيه تستخدمها برضك في يعني، بس الديزاين هنا هيتعبك شويه في الاتش. ماشي؟ يعني ايه ادميسابل بقى؟ بيقول لك ادميسابل دي معناها ان اتش عن النود لازم تبقى اقل من الحقيقيه، دايما بنقولها ايه؟ ان الاتش از الاتش اوبتيمال اللي هي ترو كوست. كلمه ادميسابل معناها ايه؟ ان النقطه لما تيجي تعمل استيميشن ما تعديش القيمه الحقيقيه. ما تعديش المسار الحقيقي، الستريت لاين اللي احنا خدناه ده اقل من المسار الحقيقي، انما مش هيبقى اكبر منه، هو ده اللي نقصده، ادميسبل معناها كده، انك تختار اتش بحيث ان القيمه اللي تجيبها تكون اقل فعليا من القيمه الحقيقيه، اقل منها او بتساويها، لو جبت بتساويها تبقى انت 100 100، انت هتخلي الالجوريزم طيار يعني سريع جدا، انما المفروض تبقى اقل منها. فادميسبل معناها ايه؟ نيفر اوفر استيميت ذا ترو كوست، يعني دايما الاتش عند اي نود وعند كل النود اقل من القيمه الحقيقيه من الان للجول. مفهوم كلمه ادميسبل يعني ايه؟ يعني ما عديش المسافه الحقيقيه من الان للجول. طول ما انت ما بتعديش المسافه الحقيقيه الاتش هتبقى ادميسبل، فالاي ستار يديك اوبتيمال سوليوشن. مفهومه؟ مفهومه يعني ايه ادميسبل ولا لسه شويه؟ شباب يبقى اتش نيفر اوفر استيميت، الاتش دي ما بتعديش القيمه الحقيقيه، طول ما بتعديش القيمه الحقيقيه طبعا من يبقى الاف كمان مش هتعدي القيمه الحقيقيه، يبقى لما الاتش الجي حقيقي والاتش اقل من او بتساوي الحقيقي، فالاف كده تبقى منطقيه، الاف كده الاوفر اول القيمه الحقيقيه بتاعت الاف ما بتعديش القيمه الحقيقيه،
فبالتالي يبقى القيم دي واقعيه. انما لو واحده بتوفر استيميت، يعني واحده بتديك قيمه اعلى من المنطقي من الموجود، يبقى انت كده مش هتجيب الاوبتيمال سوليوشن اللي هي بتديك مسار. يعني مثلا اديك مثال، هي نقطه، هي القيمه دي هي الاوبتيمال مثلا، وانت جيت استيميت اعلى من الحقيقي، انت استيميت اعلى من الحقيقي، فهيسيبها ويروح لواحده ثانيه. صح، لما اجي امشي على الالجوريزم هيلاقي الرقم هنا كبير، مع هو انت الاتش خليتها كبيره، فهو هيشوفها كبيره، هيشوف المسافه هنا كبيره، فهيسيبها مع انها هي الاوبتيمال ويروح لواحده ثانيه. مفهوم الفكره؟ هيفك واحده ثانيه قبلها ومش هيديك الاوبتيمال سوليوشن. فالادميسبل شرط للاوبتيمال، شرط ان انت عشان تجيب احسن مسار، وكلمه ادميسبل معناها ما بتعديش القيمه الحقيقيه. ماشي، هي دي الفكره. في الجراف فيرجن بقى، ده في التري فيرجن، ده انت في الجراف فيرجن ده انت عاوز كمان حاجه اصعب شويه، حاجه اشد شويه، حاجه ما تعديش الستيب كوست كمان. لو بيقول لك بقى في الجراف سيرش نيو نود از ديسكاردد، في مشكله في الجراف فيرجن لما يكون واحده في الفرونتير وانت بتيجي بتحطها، هي دي المشكله. انما لو في الاكسبلور انت بتعدي عليها خلاص بترميها. انما النيو نود هاز بيتر باث جي ذان ذا اولد وان، ممكن يبقى في نود الكوست بتاعتها افضل وشورتس وانت تعملها اجنور ليه بتحطها في الفرونتير. فبالتالي عشان نضمن الاوبتيمال في الجراف فيرجن، الاتش عاوزه الاتش لازم تكون حاجه اسمها كونسيستنس. ايه كونسيستنس دي؟ ما تعديش الستيب كوست، ما تعديش الستيب كوست، يعني انت بتقيسها على مستوى الستيب مش مستوى الجول. ماشي، دي معنى كلمه كونسيستنس. ماشي، كونسيستنت دي سترونجر كونديشن زي ادميسبل، عشان في حاجه بنقولها، لو الاتش دي كونسيستنس يبقى اكيد ادميسبل، لو ادميسبل لا مش شرط تكون كونسيستنت. فبالتالي لو انت اختبرت ان هي كونسيستنس والاتش اسمها كونسيستنت، يعني ما بتعديش الستيب يا شباب، يعني انت بتقيس الاتش عند الان دي والاتش عند الان دي، المفروض لما تيجي تطرح الاثنين من بعض الاتش بقى الاستيميشن على مستوى الستيب دي ما بتعديش الحقيقيه، هي دي الكونسيستنت. كونسيستنت بتقيس على مستوى الستيب، ادميسبل بتقيس من النقطه للجول ما تعديش الحقيقي. فبالتالي بنقول لو هي على مستوى الستيب كونسيستنس يبقى بالتاكيد هي ادميسبل، العكس غير صحيح. ماشي، كونسيستنس يعني ايه؟ هنديكم مثال عليها. ادي في عندك اتش عند الان وفي تشايلد لها على مستوى الستيب اتش عند الان داش، وفي سي اللي هي الكوست الحقيقيه. المفروض لو بصيتوا لها، المفروض ان الاتش ان بصيتوها كمتجهات كده يا شباب، عارفين شغل المتجهات اتش ان، بصوا على المتجه كده اتش ان، مش هو المفروض اتش ان معناه يا شباب مش بتقيس من الان للجي، مش معناها كده الاتش ان معناه ايه؟ بتقيس من الان للجي. تمام، ما هو ممكن اقيسها بطريقه ثانيه بقى، المفروض امشي من الان للان داش ومن الان داش للجي، صح ولا انا غلطان؟ من الان للان داش ده الكوست الحقيقي واللي هي السي اللي هي الكوست الحقيقي، ومن الان داش لغايه الجي اللي هي الاتش عند الان داش، ده استيميت. المفروض بقى انك لما تيجي، المفروض ان الاتش ان دي ما تعديش تبقى اقل من او بتساوي السي زائد الاتش ان داش. بمعنى او لو جيت طرحت، ممكن تعملها بطريقه ثانيه، لو طرحت الاتش بتاعت البيرنت ناقص الاتش بتاعت الشايلد وديته الطرف الثاني، يعني الاتش بتاعت البيرنت ناقص الاتش بتاعت الشايلد، يعني ايه برضك عشان لو مش حد واخد باله، انا عندي نود من النود لغايه الجول ورحت للنود الستيب اللي بعدها قست من عندها لان داش لغايه الجول، لو طرحت بقى بتاعت الكبير اللي هو الان من الان داش، المفروض يديك الستيب، المفروض ما تعديش الستيب بقى كوست، هي دي الكونسيستنت. واضحه ولا مش مفهومه برضك؟ عاملها لكم بالوايت بورد، مفهومه كده شباب؟ الستيب كوست دي اللي هي سي اوف ان واي وان داش، ولا انهي ستيب؟ دي الكوست الحقيقيه اللي هي الكوست الحقيقيه من الاي من الان للان داش، لما طبعا لو عملت اكشن معين، في اكشن ايه دي الاكشن، امال الستيب كوست دي ايه بقى؟ ما هي السي، ما هي السي دي الستيب كوست، دي السي الستيب كوست ما بين مين ومين؟ ما بين الان والان داش لما اخد الاكشن اللي اسمه ايه؟ والمفروض ان اتش اوف ان ناقص الاتش دي من اتش اوف ان من الان للجول. المفروض الطول ما يعديش الكوست. المفروض من المتجهات كده، من المتجهات ان المسافه من الان للان داش
المفروض تبقى زي او اقل من ال n لل n داش ومن ال n داش لل g. كلام منطقي على فكره يعني. بصوا المفروض من ال n لل n ده ال n دي النقطه الاولانيه اللي هي البيضه، من ال n لل g المفروض انا جبت بقى نقطه تحتها، المفروض بقى لو خدت من ال n لل n داش ومن ال n داش لل g المفروض ال h عند ال n تبقى اقل بقى من ال c زائد ال n داش، صح؟ ال h عند ال n داش بقى عشان نكون صح. او ممكن نعملها بقى نوديها الناحيه الثانيه، ال h عند ال n داش القانون اللي عندكم ده اللي هي ال h of n لازم تكون اقل من او بتساوي ال h n داش زائد ال c. كلام منطقي والله يعني. انت بص ال h عند البيرن عند النوت بتاعه البيرن المفروض تبقى اقل بقى من اللي تحتها، او هي بتساوي يعني خليها بتساوي الكوست زائد ال h عند ال n داش، المفروض بتساويها او اقل منها، ما تعملهاش ما تبقاش اوفر استيميت ما تعدهاش، لو عدتها تبقى كده نوت كونسيستنت. مفهومه كده ولا لسه؟ ده لازم، ده على فكره الكونسيستنس اقوى من الادميسبل. الادميسبل ما بتبصش على الستيب كوست، الادميسبل بتشوف من الان للجول بس، ملهاش دعوه بالستيب كوست خالص. فبالتالي لو هي كونسيستنس هتبقى ادميسبل اكيد. واصله؟ طب احنا بنعمل ده كله ليه؟ عشان نيفر، او بنقول الكونسيستنس نيفر اوفر استيميت ذا ترو كوست اوف اكشن A taken from N لل N داش. المهم يعني ايه الكلام ده؟ ما بتعديش الترو كوست على مستوى الستيب من N لل N داش، مش من ال N للجول. اهو لو طرحنا ال HN ناقص ال HN داش هتبقى اقل من الستيب كوست من ال C، ال H بتاعت البيرت ال H بتاعت التشايلد هتبقى اقل من الكوست. طبعا لو عملت شوية رياضة يعني، لو عملت شوية رياضة هتثبتوا ان ال FN داش هتبقى ال FN اللي هي الاف بقى الاستيميشن الكلي هيبقى اقل من الام اف ان داش. هي دي الفكره يعني، بس دي شويه رياضه يعني. انت هتعوضه ايه؟ هتعوضه الاف ان هتساوي الاتش ان زائد مين؟ الجي. طيب ماشي، مش الاتش ان دي ممكن اشيلها واحط مكانها اللي انا كنت حاطه اللي هي الاتش ان داش زائد السي، ها؟ وهتبقى اقل منها ويساوي. طيب لو جيتوا بقى لو بص مش السي والجي الجي ان اللي هي بتقيس من ان من فوق لغايه الان، صح؟ والسي هتقيس من الان للان داش. لما نجمع الجي اللي من الاول للان والسي من الان للان داش، مش لما نجمع الاثنين دول مع بعض الجي مع السي تدينا الجي عند الان داش اللي هي بتقيس من ان من الاول للان داش، صح ولا غلطان؟ فهنقيس الاتش ان داش زائد الجي ان داش، اتش ان داش زائد جي ان داش هتدينا اف ان داش. فنطلعنا من ايه؟ من الموضوع ده كله ان الاف كمان نيفر ديكريز، يعني مش از ويل ابروتش ذا جول. يعني الان طول ما انت وانت ماشي الاف بتاعتك دايما اقل من الاف بتاع، يعني الاف دي ما بتقلش بتزيد دايما. يعني بصوا الاف بتاعت الشالد هتلاقيها اكبر من بتاعت البيرن، وده منطقي يعني. كل ما بنزل تحت كل ما الاف بتزيد، ولا لازم تقل؟ ده بتزيد، المفروض تفضل تزيد معايا، تفضل تزيد، مفيش حاجه تقل خالص. لو قلت مع واحده تبقى غلط، وده اثبتناها بالرياضه في شرط الكونسيستنس. ماشي؟ يعني الاف كل ما تجيب نود وتضيفها المفروض الجي تزيد، والاتش كمان ما بتعديش القيمه الحقيقيه، فتلاقي الاف دايما بتزيد 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 بتزيد. ابقى ابعت لكم فيديو يوضح لكم الدنيا دي اكتر، او نبقى نحل مساله توضحها اكتر برضه. بس المهم دلوقتي ان الاتش نيفر اوفر استيميت ذا ترو كوست، الاتش نيفر اوفر استيميت الترو كوست، واضحه؟ فبالتالي احنا ضامنين ان احنا هنمشي على النقطه الاقل واحنا شغالين، فبالتالي هتديك الاوبتيمال سوليوشن. واصله الحته دي؟ هتوضح اكتر بمساله، بس الاول نفهم يعني ايه ادميسبل ويعني ايه كونسيستنت. لو انا اديتكم مساله انا عندي النقطه ايه وانا عندي جي، ودي المساله اللي هنقف بيها يعني. قلت لك الاتش عند الاي ب 7، الاتش عند الاس ب 8، الاتش عند البي ب 3، الاتش عند السي ب 2، الاتش عند الدي ب 1، الاتش عند الجي ب 0. طب لو قلت لك الاتش اللي انا مديها لك دي هي ادميسبل ولا لا؟ الاول ادميسبل ولا مش ادميسبل؟ هتختبرها ازاي؟ هي الادميسبل ادميسبل معناها ايه الاول؟ ما تعديش من النقطه اللي
اب 7. المفروض اتش عند الاب 7 معناها ان انا متوقع ان الجول ده على بعد 7. المفروض الاتش دي تكون اقل من الحقيقي. اقل من الحقيقي تعال بص كده، ان عندك انت المسار، انت ما عندكش من الاي للاس، خلي بالك انت معاك عندك من الاي اهو، الاي يوديك للسي ادي نص، امشي على الحقيقي بقى ادي نص، ومن السي للدي يبقى 1.5، يبقى 1.5، وهنا كام؟ من الدي للجي ادي 7، يبقى 8.5، وانت قايل هنا 7، الاتش اقل من الحقيقي يبقى الاتش هنا عند الاي تمام ادمسر. طب عند الاس ده عند الاس ب 8 في مسارين، يا اما اروح للبي يا اما اروح للاي، اجيب المسار هنا بكام واجيب المسار هنا بكام؟ هتلاقوا ان المسار الناحيه دي هتلاقي اصل هنا في 7 على فكره، 7 و1 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 هتديك 10، و7 و2 ونص هيديك اكتر من ال 8، فبالتالي هي صح ادمسبل عند الاي وادمسبل عند الاس. طب هي ادمسبل عند البي؟ ادمسبل عند البي برضه، لان بالاتش هنا ب 3 ولما امشي من على البي هنا في 8، فالاتش هنا اقل. السي برضك نفس الكلام، فبالتالي الاتش هنا ادمسبل، حتى عند الدي ادمسبل، يبقى الاتش عند كل النود ادمسبل. سؤال بقى، هل الاتش كونسيستنس؟ شباب الناس معايا ولا نامت؟ مع حضرتك. طب الاتش بقى ادمسبل ولا كونسيستنس؟ قصدي كونسيستنس ولا لا؟ هحسبها ازاي؟ احسبها لي بس عند الاس، حد قولوا لي عند الاس ادمسبل ولا مش ادمسبل؟ قصدي كونسيستنت اسف ولا مش كونسيستنت؟ هحسبها ازاي؟ كونسيستنس معناها ايه؟ ان ما بتعديش على مستوى الاستب، يعني ايه برضك مش فاهم؟ اقول لك انا عند الاس، يعني هتجيب الاتش بتاعت البيرن اللي هي دي، تترحم الاتش بتاعت التشايلد اللي هي البي، الاتش بتاعت الاس ناقص الاتش بتاعت البي اللي هي 8 ناقص 3 تديك كام؟ 8 ناقص 3 5، صح؟ 5 دي اقل من 1؟ لا، يبقى كده دي نوت كونسيستنس عند الاس. طب وليه رحنا للبي ما رحناش للاي؟ نقول مثلا 8 ناقص 7 معلش، ما انا الكونسيستنس بتقيس على مستوى الاستيب، فهي من الاس للبي نوت كونسيستنت. تعالى نحسبها من عند الاي، ها 8 ناقص 7 1 هي بتساويها، يبقى هي من الاس للاي كونسيستنس، بس من الاس للبي ايه؟ مش كونسيستنت. طب عاوز احلها انا، اخلي الاتش عند، اغير بقى، يا اما تغير الاتش عند الاس يا اما تغير، مش هغير الترو كوست، صح؟ اوكي. يبقى المفروض الاتش بتاعت الاس ناقص الاتش بتاعت البي لازم تكون اقل من او يساوي الواحد. ممكن انا اطلب منكم اقول لك غيرها خليها كونسيستنس، يا تغير بقى الاتش بتاعت الاس، المهم يكون الفرق بينهم اقل من او يساوي واحد، يعني ممكن تخلي الفرق واحد، يعني دي مثلا دي 3 اخلي دي 4، ينفع ولا ما ينفعش؟ تمام. بس احنا هيغير في الادفيرس بتاعت اسمعها، انك مش تبص لواحد، شرط الكونسيستنس عند ايه؟ مين اللي الشاطر اللي يقول لك شرط الكونسيستنس عند ايه؟ كم شرط؟ يعني ايه عند الاس؟ قصدي عند الاس، اسف، عند الاس في كام كونديشن؟ في تو كونديشن، اثنين اللي هو على مستوى الخطوه وعلى مستوى المسار كله اللي هو الادمسبل. لا لا، من الادمسبل، لا الكونسيستنت ببص على مستوى الخطوه بس، ببص على كل البرانش، يعني اتش عند الاس ناقص الاتش عند البي اقل من او بيساوي واحد، واتش عند الاس ماينس الاتش عند الاي برضك اقل من او بيساوي واحد، عشان لو غيرت في الاتش عند الاس لازم تخلي بالك ان هي هتاثر في واحده تانية، فاهمين الفكره؟ طب اتش عند البي بقى مين اللي هيقول لي الاتش عند البي كونسيستنت ولا نوت كونسيستنت؟ 3 ناقص 8 واحنا بنبدا من عند اللي واقفين عندها ولا عادي؟ خلي بالك في اسهم، في اسهم. مين البيرت؟ البي. مين اللي تشايلد؟ السي. يبقى انا بجيب البيرت والتشايلد، اطرح البيرت ناقص التشايلد، اتش عند البي ماينس الاتش عند التشايلد اللي هو السي اقل من او يساوي الستيب اللي بينهم، الستيب اللي بينهم كام؟ واحد. طبعا هنا عشان في اسهم، لو ما كانش في اسهم كنت هبص على التو برانشز، يعني لو ما فيش اسهم هبص، هيبقى في عندي مسارين، هيبقى في من البي للسي يبقى البي بيرنت والسي تشايلد، وفي من البي للاس، فالبي بقى بيرنت والاس بقى تشايلد، هيبقى في تو كونديشن. واصله؟
طب عند السي هي في سهم واحد بس، مين اللي هو السي بيرنت والدي تشايلد، والفرق ما بينهم واحد اللي هي بتساوي الكوست اللي هي الستيبل. يبقى تمام. طب لو ما فيش اسهم يبقى عندي ثلاثه كونديشن، هتروح للبي وهتروح للاي. هتروح للبي، يبقى الاتش بتاعت السي ناقص الاتش بتاعت البي اقل من او بيساوي الستيب كوست اللي بينهم اللي هي واحد، والاتش بتاعت السي ناقص الاتش بتاعت البي اقل من او بيساوي، والاتش بتاعت السي اقل من او بيساوي الاتش بتاعت الاي كمان لو ما فيش اسهم. خلي بالكم احنا بنعمل الكونسيستنس ليه والادميسبل ليه؟ احنا بنعمل كونسيستنس ليه الاول؟ خلينا في الكونسيستنت. احنا بنختبر شرط الكونسيستنت ده ليه؟ انا بعمله ليه اصلا؟ بختبره ليه؟ نسينا صح؟ ده اهم حاجه، اهم من ان احنا نحسبه نبقى عارفين ليه. احنا بنعمل الاختبار ده ليه؟ من الشاطر يقول لي ده احنا قايلين. احنا بنعمل الاختبار ده يا شباب لان ما ينفعش ان انا اخد اكتر من اللي انا عايز اوصل له، يعني اكتر من المسار الحقيقي للجول. يعني لو خدت حاجه يبقى انا كده هكون على الجول، يعني عشان اضمن ان انا اجيب الاوبتيمال سوليوشن الجراب فيرجن الاستار، عشان ما يدينيش قيمه اعلى من الاستيميتد، فانا كده هيبقى الاف كده مش هتبقى اعلى من المنطقيه من الحقيقيه، فبالتالي هيخليني ما اجيبش الاوبتيمال سوليوشن. فهو ده الفكره، الاستار لما احنا اخترنا كونسيستنس، لو احنا اشتغلنا جراب فيرجن لازم نختبر الاتش كونسيستنت. لو انت شغلت ري فيرجن ادميسبل كفايه جدا، لان ادميسبل لان في تكرار في التري فيرجن، فالادميسبل كفايه جدا جدا جدا. ماشي، فاحنا بنختبر ان كانت الاتش ادميسبل او كونسيستنت عشان نضمن الجراب فيرجن. كده احنا خلصنا. احنا ليه بس اهم حاجه ليه واي احنا ليه بنعمل الادميسبل؟ الادميسبل جارانتي الاوبتيمال سوليوشن في الاي ستار 3 فيرجن. ماشي، ليه بنعمل الاختبار ده؟ عشان الادميسبل، لو اختبرنا الادميسبل يبقى انت كده التري فيرجن في الاي ستار يديني اوبتيمال سوليوشن، انما لو هي ادميسبل ومش كونسيستنت الجراف فيرجن مش هيديني الاوبتيمال. امتى الجراف فيرجن يديني اوبتيمال؟ لو كانت كونسيستنت. انت بقى ابحثوا بس لو في اسئله لو في حاجه انا معاكم. ايه اللي مطلوب منكم تعملوه؟ انك تعمل بروبلم وتعرف تعمل السيرش تري بتاعها، الاستراتيجي تمشي والهيرستيك ازاي والادميسبل والكونسيستنس، وطبعا لو في شرح اسئله او كده لو يعني تبقى فاهم يعني الادميسبل ده انا بعمل ادميسبل ليه؟ انا بعمل كونسيستنس ليه؟ ماشي، انا بختبر اللي هي الحاجات دي ليه؟ ماشي، ايه الفرق بين الاي ستار والجريدي واليو سي اس؟ ادينا عرفنا الفرق ما بين الثلاثه. كده احنا خلصنا الالجوريزمات، ان شاء الله المره الجايه هنبدا نحل عليهم امثله واوضح لكم برضك الكونسيستنس. هديكم مثال مثلا الاتش، هديكم مثال بالارقام تكون الاتش مش ادميسبل وتكون مش كونسيستنس، وتعالى نعمل الشجره كده ونشوف هتدينا الاوبتيمال سوليوشن ولا لا. ماشي، هنشوف مثال كده مع بعض ان شاء الله. طب حد عاوز يسال في اي حاجه في الاي ستار او الجريد او اللي احنا شرحناه النهارده يا شباب؟ حد نفسه بحاجه؟ يا ريت بس قبل ما تسمعوا الجزء الثاني، انا عاوزك تحل بايدك اللي هو المثال بتاع بوخارست واراد اللي بتاع رومانيا ماب ده، تحله بايدك باليو بي اس وبالبريتس، وتحله كمان بالاي ستار، وتحله بالجريد، الاربع الجوريزمات دول. وعوض مره برضك بالتري فيرجن والجراف فيرجن. ماشي، عوض نفسك مره بالتري فيرجن والجراف فيرجن، وشوف المسار هيطلع معاك ايه في الاخر. ماشي يا شباب، بنقارنها مع بعض ان شاء الله. طبعا هديكم امثله تانية ان شاء الله نبقى نحلها مع بعض. حد عاوز يسال في حاجه تانية يا شباب؟